السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء يتجدد معكم في برنامجكم صالون مريم، برنامج يتبنى المواهب الصوتية في تلاوة القرآن الكريم والابتهالات والإنشاد الديني. أهل القرآن، أهل القرآن يستفتحون يومهم بالقرآن ويختمونه بالقرآن، وبين كل أذان وإقامة يقرؤون، وفي ساعات الانتظار يرتلون، وفي السيارة يسردون، وبعد الفجر يحفظون، وفي الليل يراجعون، شغلهم القرآن عن العالمين. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن. ضيوفنا النهاردة مشاهدينا الكرام من أهل القرآن، معايا ومعاكم القارئ مصطفى حمودة والمبتهل محمود الحديدي. تعالوا معايا نشوفهم مع بعض. أهلا وسهلا بكم. أهلا بارك. إزيك مصطفى؟ الحمد لله بخير والله. عرف نفسك للسادة المشاهدين. القارئ مصطفى محمد السير حمودة، قرية برق العز، مركز المنصورة، محافظة الدقالي. خريج ايه مصطفى؟ لسه تاني اصول دين. طالب يعني، طالب الجامعة. 20 سنة. ما شاء الله. حفظت القرآن امتى؟ 15 سنة. ما شاء الله، الحمد لله. وبدأت تجود القرآن وترتله انت قد ايه؟ كنت اتممته خلاص في 15 وطلعت قرأت على طول في العزاءات. كنت مين بتقتدي بيه من القدامى يا مصطفى؟ هو انا والدي قار. هو اللي خلاك يعني؟ اكيد هو اول واحد. يعني هو شجعني، والاهل طبعا، ونعم الاب الله يحفظه. والقدامى بقى الشيخ الشحات محمد انور، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ محمد رفعت، ما شاء الله القدامى كلهم يعني ما شاء الله. اسمع لهم؟ طبعا. يعني بتركز في المقامات وبتركز في تجويدك وتلاواتك؟ أيوة. الحمد لله ما شاء الله، ربنا يوفقك يا مصطفى. نشوف ضيفنا الشيخ محمود الحديدي. محمود الحديدي من المنزله الاهليه، طالب في كليه الشريعه والقانون في الفرقه الرابعه، ومنشد ديني. اهلا وسهلا. يعني ضيف النهارده من محافظه الدقهليه، المنصوره. ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب. انت بقى ما شاء الله، يعني امتى ختمت القرآن وبدأت تظهر؟ تقريبا حفظت القرآن وانا في اعدادي. في اعدادي اتممت القرآن الكريم، وانا متجه للقراءة برضو، بس حاليا الانشاد الديني، يعني الانشاد الديني مع القراءة. يعني انت نقول قارئ ومبتهل. قارئ بس في وجود الشيخ مصطفى انا منشد ديني. ربنا يوفقكم. والنهارده مشاهدينا الكرام نستمتع باصواتهم الجميله في تلاوه القران الكريم والابتهالات والانشاد الديني. وما ننساش نقول مصر كلها والشعب الاسلامي والعربي، كل سنه وانتم طيبين في شهر مولد الرسول عليه الصلاه والسلام. نسمع مع بعض قارئ مصطفى حمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل كلا على الله وكفى بالله وكيلا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين
توكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل كل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك، أحسنت أحسنت مصطفى. ما شاء الله صوتك رائع. ما شاء الله. يعني رسالة أوجهها لكل الآباء وليا أنا معاكم، كلنا نهتم بأولادنا في حفظ القرآن الكريم. مش شرط إن احنا نكون دارسين أزهر، ده يعني في ميزان حسناتنا وقرآننا وشفيع لينا يوم القيامة. ربنا يبارك لك ويبارك لأبوك. نسمع مع بعض المبتهل محمود الحديدي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب، يا ربي بالمصطفى قاصدنا، واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم، يا سيد السادات جئتك قاصدا، جئتك قاصدا أرجو رضاك، أرجو رضاك وأحتمي بحماك. والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا، أنت الذي ناداك ولقد دعاك لقربه وحباك، أنت الذي لولا كلا ولا كلا ولا خلق الورى لولاك. صلى عليك الله، صلى عليك الله،
صلى عليك الله يا خير الورى ما حن مشتاق إلى رؤياك. ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله صوتك بقى يعني ما شاء الله محمود، يعني ربنا يوفقك يا رب. انت من امتى بقى وانت مبتهل؟ بقالي حوالي 3 سنين. اخويا يعني ربنا يجازيه خير سمعني ابتهال كده، مبتهل في الاذاعه. فانا من وقتها وانا انت بقالك 3 سنين. انا حبيت الابتهال ودخلت في مجال الابتهال. ما شاء الله، بتدرس فيه ولا مع نفسك كده؟ لسه ما درستش حاجه في المقامات والكلام ده بشكل صحيح، بس بتتابع. انا ممارس، انا بسمع يعني الابتهال وبقوله كده مؤقتا. يلا ربنا يوفقك، انت بقى خدها بقى، انت عندك الهوايه ديت ادرس بقى عشان تبقى ان شاء الله كده من علماء المبتهلين. ان شاء الله زي فضيله الشيخ نصر الدين طوبار. يلا ربنا ان شاء الله يكرمكم ان شاء الله. عايزاكم كده رساله كده او طريقه نوضحها للمشاهدين، ازاي نعلم ولادنا حفظ القران الكريم؟ انت حفظت ازاي؟ الحفظ لازم يكون على ايد شيخ. تمام، يعني يكون على شيخ وكويس على ايد شيخ. ده واللي يتحفظ يتراجع. يعني انت ترشح له مثلا كل يوم يحفظ او يقرا كام ايه، ومن فين يبدا؟ هل من الجزء الـ30 ولا يبدا من اول البقره؟ في على حسب اول الفاتحه. على حسب حفظ الهون اسهل. الاسهل طبعا من جزء عام. من جزء عام كله بيبدا بيه. كل الاطفال اصلا بتحفظ جزء عام الاول. طيب احنا برضو نصيحه للكبار والاطفال، يعني احنا مش هنركز على الاطفال بس عشان الكبار. انا عارفه ان الاستيعاب للكبار اقل من الاستيعاب للاطفال. ايوه فعلا، فعايزين نيسر ليهم هم كمان ليجتهدوا. وانا من ضمن برضو. اتفضل. طيب ده اهم حاجه، يعني الورد اليومي ممكن يبقى صفحه. صح، لو اول مره. لسه اول مره يعني. المراجعه جزء او مثلا نص جزء. حزب عشان يفضل الحزب معاك قد ايه؟ 4 ارباع. 4 ارباع. انا عايزك توضح للساده المشاهدين، يعني مش ليا انا بس، ما انا عارفه يعني الحمد لله، بس برضو عايزين نوضح، في كتير مش عارف. ايوه فاهم. هو الـ4 ارباع ده ممكن يبقى مراجعه. تمام، لو اول يعني اول مراجعه وكده. بعد كده بقى ممكن يجيب جزئين 3 في اليوم. ده في المراجعه بعد ما يحفظ. بعد ما يتم الحفظ. يراجع بقى. طب انت من رايك كده ممكن يحفظ الجزء في كام يوم؟ لا ده على حسب بقى استيعابه هو. يعني قد ايه تقريبا يعني؟ ده حاجه دي بقى ما اقدرش اقول. طب انت يا خد معاك كام تقريبا؟ انا معايا ممكن في الاول ممكن ياخد اسبوع لو كل يوم ربع. ما شاء الله كويس برضه. ايوه لما تحفظ جزء في اسبوع ده ممتاز. وطبعا ما بقاش الحفظ الجيد. بالمراجعه بقى بيبقى جيد بقى. تمام. والتجويد بقى برضه اهم حاجه، التجويد بعد الحفظ على طول. وطبعا الاستمرار في المراجعه عشان التثبيت. ايوه اهم حاجه الاستمرار. طيب هل يفضل انه يحفظ بالاحكام من الاول ولا يحفظ تلقائي من الاول؟ هو طبعا لازم الاحكام عشان بتثبت اول حاجه. يعني بالاحكام. بالاحكام افضل، لان فعلا بلاقي عشان تثبت على طول. بلاقي الاطفال حفظت الكتاب بيحفظوا بدون احكام. لا فبيبقى عندهم التلاوه فيها طبعا اخطاء، فبتثبت معاه على ما بقى. أيوة. يصحح لنفسه لما يكبر يعاني. ايوه صح كده. صح تمام. تمام. طيب ده رايك، نشوف راي الشيخ محمود. هو نفس السؤال برضو. انا عايزاك تقول طريقه للحفظ. طيب. يعني من دي من وجهه نظر الشيخ مصطفى. هو هنشوف احنا من وجهه نظرك انت، هل هي نفس الراي ولا عندك راي اخر؟ انا بالنسبه لي مش شايف افضل من طريقه الشيخ اللي انا حفظت على ايده، فضيله الشيخ. انا نفسي اوجه له تحيه من هنا، يعني الشيخ وائل عزيز شاميه. هو طريقه الحفظ بتاعه اللي انا حفظت بيها ان هو بيشوف يعني ما استيعاب الطالب اللي قدامه. انا اقدر احفظ صفحه بيديني صفحه، هو بيبدا
من جزء النبأ اولا بتحفظ الفاتحه، انا حفظتها كويس بيديني الصوره اللي بعدها، انا حفظت الصوره اللي بعدها. حفظها بالاحكام ولا من بالتجويد طبعا لازم. هو احسن تعليم بيكون وانا صغير، ده التعليم اللي ما بتنساش، لكن الكبر ده التعليم فيه بيكون صعب. صح. حتى اي حد بيفوته حاجه ما بيتعلمهاش وهو كبير بيعاني لما يعرفها تاني، فانا بنصح وهو صغير القران بيكون احسن في الحفظ يعني. تمام. اسهل واثبت كمان. الواحد هو كبير دماغه مشغوله بحاجات كتير فمش هيعرف يحفظ زي هو صغير. صح. فانا كل واحد ومقدرته، انا بقدر احفظ، انا ربنا عطيني قدره الحفظ بحفظ كميه وتبقى دي يعني اللي انا اقدر احفظها النهارده. غيري ممكن ما بيقدرش يحفظ الا كميه صغيره، فده خلاص ده يحفظ كده. احنا ممكن نقول نبدا بجزء صغير ونشوف مدى استيعابي. تمام كده، اشوف انا حفظته في قد ايه ومدى حفظي ليه. انا حفظته كويس، لو حبيت انا ان انا اكبر الكميه دي ماشي مفيش مشكله، انا خلاص انا مش عارف احفظ اللي هي والحفظ يعني نسبته قليله، لا خلاص انا اثبت على كده او ممكن اقللها كمان بحيث ان انا احفظ افضل، مش ما احفظش القران كله في وقت قصير، انا لا انا احفظ القران كويس في الوقت كبير مفيش مشكله بس اكون حفظ. انما انا اقول ان انا حفظت القران وانا ما حفظتش دي مش كويس. ويفضل بالاحكام. الاحكام وهو صغير ده افضل حاجه، ده ما ينساهاش خلاص كده. هو في ناس كبيره كده اقرا اسمع منها القران كبير جدا وبيقرا غلط، يعني بيقول الكلمه غلط. ده التجويد بالنسبه له هيكون صعب، يعني بالنسبه ان هو يتعلم التجويد دلوقتي صعب، فهو صغير افضل يعني. هو هيتعلم برضو مع الوقت هيتعلم بس بالنسبه له هيبقى اصعب. هيتعلم بس اصعب. انا اعرف ناس حفظوا القران ما شاء الله في سته اشهر. انا اسف في المقاطعه. اللي بيحفظ القران وهو صغير من غير تجويد هو ثبت في دماغه كده، علشان انا اغيره واشيل اللي من غير تجويد ده واحط له التجويد ده لا هيبقى صعب، فهو الوقت ما عندوش حاجه يحفظه بالتجويد يثبت على كده. بس دي نصيحتي. طب ايه رايك في اللي بيحفظ القران في سته شهور ده؟ ربنا مبارك له بقى، ده عنده موهبه. ده ربنا. انا قابلني بعض الشباب زيكم ما شاء الله اللي حفظوا في 9 شهور في 6 اشهر ما شاء الله. وعلى كبر يعني، مش حفظوه من الصغر، دول ناس كبيره شباب زيكم ما شاء الله، دول عندهم ربنا عطيهم موهبه ما شاء الله وصوت ما شاء بسم الله ما شاء الله يعني. هو بيبقى استعداد، بيبقى برضو استعداد الشخص نفسه. هي اسباب كتيره منها ان هو يكون نيته كويس، نيته ان هو يحفظ القران. نيته خالص وربنا عطيه الموهبه. ربنا يرزقنا يا رب. يا رب اللهم يا رب ويثبتكم. اللهم امين. وانتم ما شاء الله شباب زي الفل، وربنا يكتر من امثالكم يا رب. ودي رساله ثانيه بقى اوجهها لكل الساده المشاهدين، اهتموا باولادكم، هؤلاء الشباب نماذج يحتذى به لنا كلنا، وكمان ثواب يعني في الاخر هندخل، هم يكونوا ثوابنا في دخول الجنه. ربنا كده يا رب يوفقكم ويرزقنا جميعا يا رب حفظ القرآن الكريم يا رب، ونكون عند حسن ظننا يا رب كده في إخلاصنا لهذا القرآن الكريم في حفظه، وربنا يدينا النية إن شاء الله ويوفقنا يا رب. بشكركم ضيوفي اللي شرفوني النهاردة، وكده أنا يعني بختم حلقتي معاكم وأنا مبسوطة جدا، وبشكر ضيوفي اللي تابعوني النهاردة، وما تنسوش متابعتكم لينا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب برنامج صالون مريم، ده شيء بيسعدنا ويشرفنا وبيدينا دفعة إن احنا نستمر. كده مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا نهاية برنامجنا النهاردة، أشوفكم على خير وألقاكم دائما على خير، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.